سبورتنج، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية الاثنين المقبل على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر. عشان نعرف تفاصيل أكتر بينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن إيهاب الألفي المدير الفني للفريق. مساء الخير يا كابتن وألف مبروك. مساء الخير يا محمد، الله يبارك فيك. ماتش كان صعب للنادي الأهلي ووصول للمباراة النهائية، أكيد الاستعدادات هتختلف يا كابتن. والله الحمد لله، طبعا ما دام ماتش فاينل احنا الحمد لله ان شاء الله عندنا تمرين بكره وبعده على الملعب اللي هنلعب عليه ان شاء الله، وداخلين معسكر ان شاء الله بعد بكره عشان الفاينل ان شاء الله. بالنسبه لفريق نادي سبورتنج، اعتقد من اقوى الفرق كابتن ايهاب، هل هيبقى فيه استعدادات مختلفه من ناحيه الفنيه؟ احنا حافظين فريق سبورتنج كويس، ولعبناها مرتين السيزون ده، كسبنا مباراه وهم كسبوا مباراه، وفي النهاية ده ماتشات، ده ماتش كاس محمد، ملوش ما توقعات وملوش مقاييس، لكن استعدادنا زي ما احنا حاطين البرنامج، تمرين بكره وبعده وان شاء الله نلعب يوم الاثنين باذن الله. يعني الحاله الفنيه بالنسبه البدنيه عفوا بالنسبه للفريق، هل في اي اصابات ولا الفريق كله جاهز باذن الله؟ والله انا عندنا بس اصابتين، عندي تقى جمال عندها شرخ في الانكر رجل، فده متجبسه، دي مش هتلحقنا طبعا. ريم موسى ما لعبتش الماتش اللي فات بتاع الغابه، يا رب ان شاء الله ريم موسى ان شاء الله تلحقنا في ماتش الكاس الفاينل ان شاء الله. يعني هي دول الاصابتين الموجودين يعني، فربنا يكرم يا رب ان شاء الله، وريم تلحق تقع كده كده مش هتلحق يعني، بس ان شاء الله. انا الحمد لله انا مصعدين الخمس بنات من تحت 18 سنه، امبارح باتول لعبت كويس جدا، فيعني الحمد لله احنا زي ما متعودين يعني، الاهلي بمن حضر يعني الحمد لله الفرقه كلها جاهزه وعندنا 16 لعيبه، بس نتمنى ان شاء الله تكون دي موجوده برضه ان شاء الله باذن الله. كابتن ايهاب الالفي المدير الفني لفريق كره السله السيدات، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اتمنى لك التوفيق في المباراه النهائيه.